إسرائيل أمام القضاء الدولي وثلاثة قضاة عرب في جلسة الاستماع الأولى. القاضي محمد بنونة من المغرب، وهو أستاذ في القانون الدولي والسفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، كما كان قاضي سابق في محكمة الجناية الدولية في لاهاي. القاضي عبد القوي أحمد يوسف من الصومال، عضو معهد القانون الدولي وعضو لجنة المحكمين بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. القاضي نواف سلام من لبنان، دبلوماسي وحقوقي وأكاديمي لبناني، تم انتخابه عام 2017 قاضيا في محكمة العدل الدولية. شغل منصب سفير لبنان ومندوبه الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعمل محاضرا في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة السوربون. وتتكون تشكيلة قضاة المحكمة في هذه الجلسة من 15 قاضيا وقاضية و15 دولة مختلفة.